ما حكم التصوير المتحرك بالفيديو والثابت والذي انتشر كثيرا خاصة في الحرم؟ التصوير ولو انتشر لا يجوز. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فلا يجوز التصوير في أي مكان، وفي الحرم أشد، لأن المعصية في الحرم أشد إثما من المعصية في غير الحرم. التصوير لا يجوز إلا للضرورة، إذا دعت الضرورة إلى التصوير يجوز بقدر الضرورة، مثل بطاقة الشخصية أو جواز السفر أو الذي لا تحصل على مصالحك إلا به فهذا ضرورة، إلا ما قلتم إليه. نعم. أما التصوير للهواية، تصوير للذكريات، هذا لا يجوز قطعا.